رمضان الحقيقة، يمكن زي ما قلنا بداية الشهر الفضيل بدراما رمضان، الدراما اللي بيتابعها الجمهور، والحقيقة في رضا كبير جدا، وفي الحقيقة مشاهدات عالية جدا، وفي موضوعات متنوعة لكل أفراد الأسرة. وأعتقد أنها موضوعات يعني هذا العام كلها موضوعات تساعد على تشكيل الرأي والوعي بشكل كبير. الحقيقة احنا فكرنا في التاسعة لانه الحقيقة المتابعة الكبيرة اللي موجودة على مسلسل الاختيار، وبالتحديد على التقمص الرائع للسادة الفنانين والممثلين اللي قدموا ادوار الحقيقة صعبة جدا. والحقيقة الادوار علشان يتقمص شخصيات، وشخصيات سياسية، وشخصيات مهمة، وشخصيات موجودة معانا، فده شيء مش سهل ابدا. زي ما شفنا الفنان الكبير طبعا ياسر جلال، الفنان صبري فواز، الفنان يعني الصاوي، الحقيقة عدد كبير من الفنانين. وأعتقد أنه المكياج كمان أو الماكير اللي كان في العمل هو بطل من الأبطال أيضا، لأنه استطاع أن هو يساعدهم على هذا التقمص بأنه الشكل يبقى مقبول جدا ويبقى أقرب إلى الشكل الطبيعي. خلينا ناخد الماكير الأستاذ أحمد مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم، ربنا يخليك يا فندم على الكلام الجميل ده، ده حاجة جميلة يعني فوق دماغي من فوق. طب قول لي يعني اولا انت عندك يعني انا عايز اعرف يعني انت عندك ادوار يعني شخصيات صعبه جدا، يعني بدايه شخصيه الفنان ياسر جلال، وهي طبعا هو بيقدم شخصيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي شخصيه صعبه جدا، انه لم نتخيل انه ياسر جلال يطلع بهذا الشكل يعني. الحمد لله. طبعا انا بشكر طبعا دكتور بيتر على ثقته فيا في ده، وده مش اول تعاون بينه وبين دكتور بيتر، فكان واثق فيها الحمد لله ان انا بشتغل كويس، وان انا بعمل الشغل المكياج ده كويس الحمد لله. ف ياسر يعني ياسر جلال مغير حاجات كتير قوي من الشعر للحواجب لاشياء كتير قوي يعني. الحمد لله الحمد لله. بس كان الدكتور بيتر كان يهمه حاجه واحده جدا، ان احنا يبقى في بساطه في المكياج، ما يبقاش في حاجه اوفر. طبعا هو عاوز الروح بتاع الشخصيه طبعا اللي بيجسدها استاذ ياسر جلال، طبعا شخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقال لي انا عاوز الروح بس، اقرب طبعًا حاجه ليها من غير اي حاجه نعملها تبان ان هي فيك، تبان ان هي في شغل طبعا تركيبات ولا حاجه. والتعامل هنا في حساسيه، انت بتقدم شخصيه زعيم عربي يعني، فطبعا التعامل معاها مش يعني مش سهل. طبعا، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا، لان احنا فعلا كلنا ذاكرنا وكلنا حاولنا نوصل الشكل. طب قولي كده، قولي من الكواليس استاذ مصطفى، قولي كده من الكواليس يعني حضرته قد ايه؟ انت وصلت لايه؟ كنت بتشوف مثلا فيديوهات للسيد الرئيس، صور، حضرته ازاي الفنان ياسر؟ انا كده اصلا بحبه جدا، اصلا كلنا أصلاً. انا بحبه طبعا. فبالتالي طبعا كنت بتفرج على كل الفيديوهات، بشوف الصور، وكمان الصور احنا بنعمل المرحله بتاعت 2012 2013، فاهمه؟ أيوة سنه طبعًا بس طبعًا اللي كنا بنشتغل عليها. فطبعا كنا اللي هو وقت وزير الدفاع لما كان اشتغل ان هو يبعت لي صور والفيديوهات اللي في الوقت ده بالظبط، عشان نقدر نرسم على وش استاذ ياسر بالظبط الرتوش بالظبط اللي احنا عاوزينها، والعلامات المميزه في الشخصيه الرئيسيه على استاذ ياسر نفسه، فبابسط حاجه من غير اي فيك زي ما قلت لحضرتك. فالحمد لله ربنا وفقنا، عملنا بروفه طبعا مره واثنين وثلاثه، بمشاركه طبعا كوافير استاذ ياسر طبعا محمد. خدت وقته قد ايه استاذ احمد؟ عملنا يعني لحد ما خرجتوا للشكل النهائي اللي اتفقتم عليه، اخدت وقت قد ايه؟ لا، فاحنا عملنا مرتين تيست، والمره الثالثه الحمد لله وصلنا يعني وصلنا للشكل اللي احنا عاوزينه بالظبط، والدكتور بيتر وافق عليه، فالحمد لله يعني. لا يعني هو ثالث مره بالظبط كنا وصلنا للشكل. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ احمد، يعني احيانا صحيح انت الماكير واستاذ ياسر جلال فنان كبير ومعروف، ولكن لحد لما يعني حضرت الشخصيه وتحضر الفنان ياسر جلال ولقيته يعني بيطل عليك بشخصية كان الفريق عبد الفتاح السيسي، لأن أنت بتتكلم عن الحقبة اللي هي لما بالضبط كان سيادة الرئيس فريق في وزيرا للدفاع. بص يا فندم، احنا أول ما بدأنا نشتغل أستاذ ياسر يعني قال اللي أنتوا عاوزينه اعملوه، حتى أنا طلبت منه إن احنا نحلق الشعر من الجبهة الأمامية كده، نحلق الشعر عشان بس ما نضطرش نركب حاجات وبتاع. فأستاذ ياسر طبعا وافق على الفور، قال لي اللي أنت شايفه صح
واستاذ حسن مصطفى شايفه صح اعملوه في سبيل ان انا عاوز الشخصيه تطلع مظبوطه جدا. ايوه ووافق فعلا، والكوافير محمد سعد بدا يشتغل على كده، وبدات اعمل بقى الرتوش بتاعت المكياج بالالوان في الفاتح والغامق والكلام ده كله، ومبين كل التفاصيل. والحمد لله رب العالمين، هو شاف في المرايه كده بصراحه قام خدنا بالحضن. يعني هل المخرج كان عنده خدنا بالحضن على طول. طيب هل المخرج يعني بعد البروفا الاخيره اول ما شاف الطله الاولى لياسر جلال، ايه الملاحظات اللي حطها المخرج بيتر ميمي؟ يا فندم، هو اول مره عملنا التيست كان فيه ملاحظات بقى، اللون نغمق اللون شويه، في كم ملحوظه كده قالها ناكد على ثبات الصاله بالظبط بنفس لونها وبنفس الخفيه بالظبط. الحاجات دي كلها كان ملاحظات دكتور بيتر في اول مره وثاني مره. الثالثه شاف الصوره النهائيه قال هو ده اللي احنا عاوزينه، والحمد لله ربنا وفقنا فيها. يعني طيب ده بالنسبه، هنروح بقى على يعني رئيس المعزول مرسي وطبعا النجم صبري فواز، ازاي طبعا قدرت تخلق منه الروح دي؟ الحمد لله طبعا استاذ صبري فواز ممثل كبير برضو، اول ما استاذ صبري جه واحنا بنعمل التيست برضو بدانا نعمل الدقن. انا بشتغل الدقن دي هاند ميد كده، شعرايه كده على الوش نفسها، مش تركيب زي زمان كده، فده بتبقى احسن واوقع. بدأنا الحمد لله عملنا الدقن كويس قوي ورسمناها صح. فكان عندنا مشكله في الجبهه برضو بتاعت استاذ صبري، ان الجبهه بتاعت استاذ صبري كبيره، جبهه محمد مرسي رئيس المعزول صغيره جدا. فحاولنا نحاول نقرب الشكل، نعمل نسبه تناسب عشان يبان طبيعي بس. فبدأنا نحط شعر في بدايه الجبهه كده من فوق، والكوافير طبعا محمد بوجي طبعا من الناس الشاطرة جدا برضو، حاول يقص نفس القصة ويمكس الشعر اللي احنا عاملينه على الشعر بتاع أستاذ صبري نفسه عشان يبقى بنفس الدرجة بنفس كل حاجة وبنفس القصة بتاعت الشخصية الرئيسية. والحمد لله برضو ربنا وفقنا ان احنا نوصل للشكل اللي حضرتك شفتيه ده. اكيد. ايه اكتر شخصية ارهقتك بقى بالفعل في الشغل؟ استاذ خالد الصاوي. اكيد، انا كنت لسه هسالك على خالد الصاوي لانه شخصيه وطبعا الدقن هو كمان استاذ خالد الصاوي كمل الشكل بالاداء. يعني طبعاً الاداء طبعاً. يعني فكلمني برضو طبعاً. استاذ خالد الصاوي بدقن خيرت الشاطر دي اتعاملت ازاي؟ بالظبط، برضو انا بقول لحضرتك برضو ان احنا بنشتغل برضو الدقون ده والشعر كل ده هاند ميد كده، فبياخد وقت طبعا مننا مع التفاصيل طبعا بتاع الوش، الحواجب، الهالات اللي تحت العين بالتفاصيلها، مع الكوافير العمل طبعا محمود عبد المنعم والكرو بتاعه برضو، عملنا شعر برضو من قدام كده وركبنا حاجات كده من شعر قدام عشان الشعر كان عشوائي شويه بتاع خيرة الشاطر. انت كنت ماشي بقى بسجل صور طبعا وفيديوهات طول الوقت معاك؟ طبعا طبعا يا فندم، الاخراج استاذ حسن مصطفى الستايلست، كل ده يبقى معانا بنفس المراحل بنفس الوقت اللي احنا بنشتغل بيها، هنشغل صور في نفس الوقت. طب استاذ احمد، يعني انت بعد لما خلصت المرحله دي بنصور في الاستوديو في مرحله 2012 ومعاك كل الشخصيات دي من الجانب المصري العظيم الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع طبعا، وطبعا المشير طنطاوي الفنان الكبير طبعاً. احمد بدير، وبعدين الجانب بقى من ناحيه الاخوان خيرت الشاطر وكان في شخصيات تانية، كان في بلتاجي وكان في شخصيات طبعاً. تانية وطبعا محمد مرسي رئيس المعزول. يعني لما شفت ده كله في مشهد واحد انت حسيت بايه؟ بص طبعا انا شرف ليا اولا ان انا اشتغل في عمل زي ده، ده تاريخ ليا انا طبعا، وعمل تاريخي في الاول وفي الاخر، فده شرف ليا طبعا. بس طبعا انا كل ما بشوف الحاله ده واشوف ان الناس كلها دي الناس في الكواليس مصدقاهم وحاسه ان ده هو ده فعلا الشخصيه، ده كل ممثل هو ده الشخصيه ده، فده كان شيء طبعا بيفرحني جدا الحمد لله. اكيد. وكان بيثني عليا طبعا الدكتور بيتر، كان كل ما بيشوف حد يقول لي تسلم ايدك يا احمد، هو ده كان طبعا حاجه طبعا بالتعاون طبعا مع الكرو والكرو بتاعي طبعا، المكياج كله طبعا كلهم تعبوا، لان انا مش هقدر اعمل كل الناس لوحدي. اكيد، لانه شخصيات كتيره. طيب انا كل الناس اكيد بصراحة. اكيد، واحنا بنحييهم معاك. في مشهد يا ريت نرجع زملائنا يحطوه تاني، مشهد اللي فات اللي فيه الـ يعني المشير طنطاوي
والحقيقه رحمه الله عليه، وهو يعني طبعا فنان احمد بدير بيأدي دور المشير، طبعا اهو شايفين الدور وشايفين الفنان احمد بدير. برضو كلمني عن تحضيرك للشخصيه دي، لانه برضو مش شخصيه سهله انه نأدي يعني نحاول نقرب من الشكل بتاعها. بصراحه استاذ احمد بدير طبعا ممثل كبير وعظيم طبعا. اول ما بدأنا نشتغل قال لي جمله، قال لي انا بحب الشخصيه دي جدا طبعا ونفسي اعملها جدا بصراحه، انت فاهم. فده برضو النجم برضو او الممثل لما بيحب الشخصيه بكل تفاصيلها بتلاقيه نفسه بيقرب للشكل، بيقرب للحركات، ملامح الوش يعني بيحصل تصالح. فحضرتك لما باجي انا اعمل التفاصيل بقى بتاعت الميك اب، تفاصيل الوش لو في حسنه في حته معينه بنعملها، الشعر بطريقه معينه بنعمله، فكل ده لما بيجي يقرب للشكل وبيحسه هو وهو اصلا حابب الشخصيه، فخلاص يعني. لا يعني استاذ احمد بدير ما خدش مني مجهود كتير بصراحه ووصل للشخصيه. طيب في النهايه برضو انا يعني احب يعني عايزه اقول لك، انتوا طبعا بتحضروا الشخصيات دي كل يوم للتصوير، يعني هي مش شخصيات بالضبط مره واحده بنعملها، فانت كل يوم عندك راكور زي ما احنا بنقول عليه، فانت عندك راكور ثابت علشان يفضل كل يوم هو هو. بالظبط يا فندم. ما بقول لحضرتك النظام اللي احنا بنشتغل بيه والهاند ميد اللي احنا بنشتغل بيه، احنا بنشتغل شعرايه شعرايه، فلازم نبقى مركزين جدا. والاخراج طبعا مادونا مساعده الاخراج طبعا معانا بالتفصيله بالشعرايه. لا الشعرايه دي طب لما تبقى الكاميرا لما بتدور الساعه 10 الصبح بتبقى انت لازم جاهز قبلها بقد ايه؟ طبعا لازم ابقى طبعا جاهز قبلها، احنا بنيجي قبلها بساعتين، ساعتين ونص كده بنبدا نجهز، وطبعا مع التيم بتاعي كله. فلا بنبقى قبلها بساعتين، ساعتين ونص نبقى موجودين في اللوكيشن، وكل الممثلين والنجوم موجودين، نبدا نشتغل. يعني احنا مثلا لو كمان 12 مثلا ندور، عشان ندور 12 بنيجي قبليها الساعه 9 ونص او يعني الشخصيه الواحده تقريبا بتاخد قد ايه؟ شخصيه مثلا فنان ياسر جلال طبعا وهو بيأدي يعني دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بياخد وقت قد ايه في التحضير؟ من نص ساعة لساعة الا ربع كده، يعني من نص ساعة لساعة الا ربع حسب الشغل والكلام ده كله، ما بين نص ساعة لساعة الا ربع. استاذ خالد الصاوي كان بياخد في حدود ساعة ونص. كان في برضو بعض المشاهد زي المشهد اللي موجود على الشاشة ده، وطبعا مفروض هنا انه فنان ياسر جلال بيقدم يعني شخصية رئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده وزير دفاع، وكان بيخاطب الجنود. هنا بيبقى مطلوب بيبقى الملابس مع النظارة اللي كان السيد الرئيس بيلبسها مع لون البشرة في النهار، بتبقى اكيد الدنيا مختلفة، ليها مكياج برضو اخر. طبعا 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 كل احنا زي ما بقول لحضرتك احنا راكوله بنشتغل عليه بنفس اللون بنفس كل حاجه. اللبس طبعا والنضاره والتفاصيل دي كلها كان استاذ حسن مصطفى الستايلست كان عاملها على احسن احسن على احسن وجه فعلا، والحمد لله كله اجتهد وكله تعب وكله ذاكر، فبالتالي الحمد لله يعني كان النجاح من نصيبنا الحمد لله رب العالمين. طب انا سمعت حاجه كمان واكد لي استاذ احمد مصطفى، سمعت حاجه انه بعد ما بينتهي الفنان ياسر جلال من المكياج بيبعد شويه قبل ما الكاميرا تدور وبيبقى مع نفسه في صمت تمام. طبعا يعني طبعا والناس كلها طبعا بتحس انه لا يعني هو في دور صعب، والناس كلها يعني بتحترم ده وبتسيبه. يعني هل ده كان بيحصل فعلا؟ طبعا الله يكون في عونه. طبعا دور مهم جدا وبيعمل شخصيه عظيمه جدا، فطبعا لازم بعد ما بنخلص الكلام ده كله بنسيب الكروان وبننزل بيقعد هو شويه مع نفسه وبتاع قبل ما يندهوله عشان طبعا يصور. لا طبعا لازم احنا لازم مقدرين ده كويس جدا طبعا لكل الشخصيات. أكيد. أنا بشكرك جدا الماكيور المحترف الأستاذ أحمد مصطفى، مسلسل الاختيار 3، بشكرك على المجهود اللي موجود في كل الفنانين في هذا المسلسل، وما زلنا بنتابع كل الحلقات وكل المشاهد اللي كل يوم بتزداد سخونة في يوم عن يوم. بقي شيء واحد بس الحقيقة، أنا شخصيا كمواطنة هنا مش كمذيعة سعيدة بيه، إن احنا بقينا في زمن نقدر نشوف رئيسنا على الشاشة.